طيب عايزين بقى في البدايه يعني نتكلم مع حضراتكم ونشرح لكم كده شويه المستجدات اللي حصلت في الوضع المتعلق بموعد امم افريقيا. امبارح كان في اجتماع لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي كاف مع المكتب التنفيذي للفيفا عشان يناقشوا مساله تاجيل البطوله او الغائها لاكثر من سبب. اول الاسباب طبعا المخاوف المعهوده من انتشار كورونا ومتحوراتها من جديد، دي نقطه. النقطه الثانيه خوف الانديه الاوروبيه على اللعيبه بتاعتها من الفيروس لدرجه ان بعض الانديه مش عايزه تبعت لعيبتها الافارقه لمنتخباتهم. ده خلى الكاف يقول لهم طيب لو انتوا عملتوا كده هنمنع احنا الافارقه من المشاركه في الدوريات الاوروبيه وقت اقامه امم افريقيا، يعني لعيبتكم عندكم بس مش هيلعبوا. بعيدا بقى طبعا عن وجود اليه للتنفيذ من عدمها فاحنا بصدد ازمه، وبطبيعه الحال هذه الازمه محتاجه تتحل وفي اسرع وقت ممكن. بص انا بتفق معاك جدا، والموضوع مش جديد يعني تاكيدا على كلامك، المشكله من زمن الزمن يعني زي ما بتقال موعد امم افريقيا دايما اللي بيكون شهر يناير بيعمل ازمه للاعبين الافارقه تحديدا مع انديتهم اللي هم بيكونوا في اوروبا، لان هي بتاخدهم زي ما بتقال يا كريم البيك بتاع السيزون، يعني بيغيب عدد كبير جدا من المباريات كمان، والازمه بتظهر بقوه لان عدد كمان زي ما حضراتكم عارفين من الافارقه بقوا يلعبوا في اوروبا بشكل كبير، يعني حدث ولا حرج صلاح ماني حكيم زياش يعني اسامي كتيره جدا، فطبعا دي هي دي المشكله. لكن الازمه بقى الثانيه اللي انا عايزه اتكلم معاك فيها برضو فكره هنا انقسام مسؤولي الكاف الرافضين التاجيل او حتى الالغاء ومسؤولي الفيفا الافارقه اللي بيطالبوا بالتاجيل او الالغاء، فخلال ساعات اعتقد ان احنا على كل حال هنعرف ايه المستجدات، هنعرف ايه التطورات، لان في اجتماع تاني مهم جدا مع مسؤولي الكاميرون اللي هي الدوله المنظمه عشان يحسموا بقى الامر ونعرف يعني هل انت بتتوقع اصلا هيلغوا البطوله كلها؟ في ناس على فكره متوقعه حدوث حاجه زي كده. والله ما عارف، بص في يعني نتيجه يعني حاجات عدت علينا قبل كده فالمنطق مش بالضروره يكون دايما حاضر، يعني ساعات بنشوف ان في جهات او كيانات بتاخد قرارات بعيده حتى عن المنطق ذات نفسه، ما اعرفش ما بيكون عندهم اسبابهم، احنا الصوره مش واصله لنا بشكل كامل، الله اعلم. بس على كل الاحوال يعني بالنسبه لموضوع تضارب مواعيد امم افريقيا مع مونديال الانديه فدي نقطه ممكن يوصلوا الحل فيها بتاجيل انطلاق مونديال الانديه لمده 4 ايام، بس ده طبعا مش هيتم غير بعد موافقه الانديه كلها اللي هتشارك في هذه البطوله، وبرده زي ما انت بتقولي كلها شويه وهنعرف. انا بتفق معاك، وده هيترتب عليه او على قرار بقى مصير البطوله نفسها، بطوله الامم الافريقيه 2022، وهل فعلا هتتاجل سنه ولا ايه بالظبط اللي هيكون مناسب هنعرفه خلال ساعات، واكيد قناه الاهلي هتتم يعني هتعرض ده بشكل تفصيلي.